عناصر اللي بنعتبرهم نجوم المستقبل واللي هيحملوا اسم ولواء تحقيق الإنجازات والبطولات إن شاء الله في الأعوام المقبلة. العمل بيجري على قدم وساق، وأعداد كبيرة جدا بتحلم بارتداء فانيلة النادي الأهلي في مختلف المراحل العمرية، ومنذ أول المراحل اللي بيشارك فيها أي طفل في مراحل الاختبارات في طفولته أو في السن الصغيرة. والعمل بيجري بقيادة الكابتن فتحي مبروك لمتابعة اللاعبين واختيار أفضل العناصر، وهي مهمة شاقة وصعبة جدا لأن الأعداد زي ما قلنا لحضراتكم كبيرة جدا. هنشوف بعض التفاصيل ونتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكتر من خلال التقرير التالي. بداية موسم الاختبارات، والاختبارات دي بتحمل شق كبير جدا في منظومة النادي الأهلي في قطاع الناشئين. واحنا الحمد لله ابتدينا النهاردة، وابتدينا من الساعة 8 صباحا، وانا شايف ان الحمد لله اعداد كويسة وفي ناس كويسين. احنا برضو قدرنا من خلال لجان المدربين ان احنا نشوفهم، وانا كنت من الساعة 8 موجود في الملعب وقاعد مر برضو، وبنشوف الولاد الكويسين والحمد لله عندنا عدد كويس خدناه. واتمنى ان احنا الولاد دي ان شاء الله تدخل في نطاق كل مرحله سنيه، هذا سبب اضافه جديده للنادي الاهلي ان شاء الله في الفتره القادمه ان شاء الله. يهمنا خدمه الناس اولا واخيرا، لان احنا الناس بتبقى فعلا جايه من اقاليم وجايه من حتت بعيده قوي، فاحنا لازم يبقى في ارتياحيه حتى في التعامل معاهم، وهم جايين يتعاملوا مع منظومه كويسه. وانا بشكر كل القائمين فعلا على الاختبارات، يمكن ناس كتير قوي، اجهزه فنيه واجهزه عمال واجهزه اداريه واجهزه فنيه، كل ده ساعد ان الناس تبقى في ارتياح حتى في استقبالهم، حتى في ان احنا عاملين يمكن زي ما انت شايف كده مظلات كبيره قوي عشان الناس برضو ما تتقفيش من شده الحراره. والوقت بيطول، ولكن احنا معذورين لان انا النهارده عملت حاجه جديده في الاختبارات، يعني حتى كل ما تشوف تلاقي الولد كل ولد بياخد كره لوحده كده لمده 5 دقائق، برضو بيظهر مهاره عنده في نفس الوقت ما يبقاش واقع تحت ضغط اختبارات. وبعد كده بنعمل تقسيمه، ومن خلالها عشان كده المده بتطول شويه. 28 سنه بعيد عن النادي الاهلي، الحمد لله الواحد متواجد في البيت اللي اتربى فيه، وكان ليه الفضل بعد ربنا مشوار احترافي وكل الحمد لله الانجازات اللي عملتها من خلال تواجدي في اوروبا او حتى من خلال منتخب مصر. بحاول بقدر الامكان، يمكن برجع للنادي الاهلي، الواحد بيحاول ينقل خبراته، يعني الواحد عاش اكتر من 14 سنه في اوروبا وشاف الناس بتشتغل ازاي، بيحاول ينقل التجربه ديت للبيت اللي اتربى فيه، وخاصه على المستوى الفني طبعا، على مستوى الناشئين، وده الاهم، والقاعده هي دايما هي الاهم. فبنحاول ان شاء الله نعمل حاجه كويسه لنادينا بتنعكس ده اكيد على بلدنا ان شاء الله، وربنا يكرمنا. بالنسبه لي البنيه الاساسيه والبيزك الاساسي هو الملاعب والادوات ووسائل الاستشفاء، خاصه اللاعب الصغير. يعني اللاعب الصغير لما يتمرن على ملعب بالشكل اللي احنا شايفينه ده هياثر عليه، البروجرس بتاعه او التنميه بتاعته مش هتطلع سليمه، وبالتالي بنخسر لعيبه من خلال حاجه ديتيلز صغيره قوي اللي هي الملاعب او الكور او الادوات او الاستشفاء او حتى اقامه الولاد المغتربين الموجودين في النادي الاهلي. استراحتهم لازم تكون مهيئه بشكل كويس على مستوى يليق بالنادي الاهلي. قطاع الناشئين الحمد لله في النادي الاهلي دايما قطاع ناشئين وناجح وبشكل كويس، بس احنا جينا برضو بنزود جزئيه صغيره او بنكمل شغل الناس اللي كانت متواجده قبلينا او الناس اللي هم شغالين معانا. يعني دلوقتي قطاع البراعم ما بيني وبين الكابتن تامر حفني طبعا، والكابتن تامر طبعا زميل عزيز واخ عزيز، هو واخد جزئيه السن الصغير 2007 2008 2009، وانا واخد جزئيه 2005 و2006 اللي هم قريبين من القطاع اللي بيطلعوا يبداوا يلعبوا 11 سنه. فطبعا كلنا بنكمل بعض، بس قطاع الناشئين قطاع البراعم بالذات، ان ما كانش قطاع البراعم قوي والاساس قوي والاختيارات كويسه بتريحك انت بعد كده. انا نجحت في اختبارات الاهلي، وكابتن محمد سعد محمد قال لي تنجحت وهاجي ان شاء الله يوم الثلاث. هو انا عديت كويس ولعبت وجبت جون والحمد لله ربنا وفق. حلوه جدا، انا لعبت التقسيمه وجبت فيها جونين ورقصت كده وحلو جدا.